رحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبابي وطلابي طلاب المرحلة الإعدادية. ما زلنا في حلقات المتصلة بأساسيات النحو. تحدثنا في اللقاءات السابقة عن الكلمة وأقسامها، وتكلمنا عن علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف، وتكلمنا على الأسماء وكيف الواحد ممكن نحن نطلع منها الجملة. طلعنا منها الجملة الاسمية والأفعال، وطلعنا منها الجملة الفعلية، وتكلمنا عن أنواع الخبر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الكلمة من حيث الإعراب والبناء. تمام. طيب، في البداية يعني إيه إعراب ويعني بناء؟ الإعراب هو تغير شكل أو تشكيل آخر حرف في الكلمة. تاني كده، هو تغير شكل أو تشكيل آخر حرف في الكلمة حسب موقعها في الجملة. مش فاهم؟ طب بص كده على المثال: عاد طالب العلم من المدرسة. رأيت طالبا متفوقا. سلمت على طالب العلم. بص كده الكلمة الملونة، لاحظ كده كلمة طالب الملونة باللون الأحمر، اختلف تشكيل آخر حرف فيها. فمرة يأتي مرفوعا، مرة تأتي منصوبا، ومرة تأتي مجرورة. بص كده، عاد طالب، رقم 2 طالبا، رقم 3 طالب. إذن تغير تشكيل آخر حرف في الكلمة، هو ده اللي بيسموه إعراب. مرة يجي فاعل، مرة يجي مفعول، مرة يجي اسم مجرور. أنا بتكلم في الأسماء. طيب بالنسبة للبناء، هو ثبوت شكل آخر الكلمة مهما اختلف موقعها في الجملة. بص كده على الثلاث جمل دي: عاد هذا الطالب من المدرسة، رأيت هذا الطالب، سلمت على هذا الطالب. مهما وقع كلمة هذا، مهما وقعت كلمة هذا في الجملة، هي برضو نفس، هي في تشكيل آخر، ثبوت شكل آخر الكلمة مهما اختلف موقعها في الجملة. فلاحظ كلمة هذا الملونة باللون الأحمر جاءت فاعل في الجملة الأولانية اللي هي ألف. عاد من العادة هذا، تمام، جاءت مرفوعة بالضمة بس مش ظاهرة في آخر الكلمة. ما بقولش عاد هذا، لا، ولا رأيت، ولا منصوبة رأيت هذا، سلمت على هذه، لا. فهنا جاء الفاعل مرفوع بالضمة، ولكن ما تغيرش آخر حرف في الكلمة. الألف ما تغيرتش، رأيت هذا، عاد هذا، سلمت على هذا. يبقى ده بيسموه ايه؟ كلمة مبنية. تمام؟ طيب، يبقى الإعراب هو تغير ضبط آخر الكلمة بتغير موقعها طبعا في الجملة. مرة تيجي مرفوعة، مرة تيجي منصوبة، مرة تيجي مجرورة، وهكذا. أما البناء هو ثبوت شكل آخر الكلمة. تمام؟ طيب دلوقتي هنتكلم على أولا البناء. نجري كلمة البناء. البناء هو ثبوت حركة آخر الكلمة مهما تغير الجملة موقعها في الجملة. فالجملة هنا مثلا: هذا تلميذ مجتهد. بيقول إيه؟ هذا. فنوع علامة البناء هنا إيه؟ اسم إشارة مبني في السكون في محل رفع مبتدأ. سلمت على هذا التلميذ، فكلمة هذا في محل جر اسم مجرور. إن هذا تلميذ مؤدب، إن هذا تلميذ مؤدب، هذا اسم في محل نصب إن. قابلت هذا التلميذ، هذا هنا في محل نصب مفعول به. تمام. طيب البناء في الأسماء بيقول لي إيه؟ كل الأسماء معربة، كل الأسماء إيه؟ معربة، ما عدا الضمائر، وتنقسم إلى ضمائر منفصلة وضمائر متصلة. ضمائر منفصلة هي ضمائر المتكلم أنا ونحن، ضمائر المخاطب أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، ضمائر الغائب هو وهي وهما وهم وهن. طبعا تتحفظ الكلمات دي. ضمائر متصل زي مثلا نقول مثلا كنت لتاء الفاعل، ذهبنا الفاعلين، ذهبوا والجماعة، لعب ألف الاثنين، كتبنا
نون التوكيد تجتهدي نون النسوة كتابك كاف الخطاب مدرستنا نون الفاعلين مدرستهم هم ومدرسته هاء الغيبة إنني المخاطبة إنك كاف الخطاب تمام؟ طيب من الأسماء المبنية أيضا أسماء الإشارة وفي أسماء تنقسم إلى أسماء إشارة للبعيد وللقريب أولا أسماء الإشارة للقريب هي هذه هذا هذه هذان هاتان هؤلاء أسماء إشارة للبعيد وهي ذاك وذلك وتلك وأولئك طيب لا نجد مثلا إذا كان المشار إليه مثنى أو جمع تلحق به طبعا الكاف العلامة الدالة على المثنى أو الجمع زي مثلا يقول إيه ذلكما مما علمني ربي ذلكم توعظون به فذلكن الذي لمتنني فيه فإذا كان المشار جمعا غير عاقل تستخدم اسم إشارة مفرد مؤنث زي مثلا يقول مثلا هذه أحلام فكلمة أحلام هنا غير عاقل وأمال متفوقين تمام طيب أسماء الإشارة كلها مبنية طبعا ما عدا هذان وهاتان في حالة الرفع نقول هي هذين وهاتين في حالة الجر والنصب فهي تعرب إعراب المثنى ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء تمام واسم الإشارة طبعا يعرب على حسب موقعه في الجملة طيب من ضمن الأسماء برضو المبنية الأسماء الموصولة واسم الموصول فيه اسم مختص فالذي للمفرد المذكر التي للمفرد المؤنثة اللذان للمثنى المذكر اللتان للمثنى المؤنث الذين للاسم الجمع المذكر واللاتي واللائي للاسم الجمع المؤنث في اسم موصول مشترك وهو ما ومن تمام طيب الأسماء الموصولة كلها مبنية ما عدا اللذان واللتان في حالة الرفع والذين واللتين في حالة الجر والنصب فيتعرب إعراب المثنى برضو من ضمن أسماء من الأسماء المبنية أسماء الاستفهام زي كيف للحال ومتى للزمان وأين للمكان ومن للعاقل كل الأسماء تتحفظ طبعا وما لغير العاقل وكم للعدد تمام طيب ما عدا طبعا في اسم الأسماء الاستفهام أي في اسم معرب وما بعدها يعرب مضاف إليه برضو من ضمن الأسماء المبنية أسماء الشرط وهي إذا ومتى وأيان للزمان وما ومهما لغير عاقل وأين وحيثما وأن وأينما للمكان بعض الظروف زي حيث ومنذ وأمس والآن أي حيث طبعا تبقى مبنية على الضم ومنذ مبني على الضم أيضا وأمس مبني على الكسر والآن مبني على الفتح يذهب السياح حيث لم أشاهد التلفاز منذ ألقت فاطمة كلمة في الإذاعة المدرسية أمس تقام مسابقة التحدث بالفصحى الآن وفي آخر كلامنا عن الأسماء المبنية في نلاحظ إن في بعض عندي علامات الإعراب في الأسماء في حاجة اسمها علامات أصلية وعلامات فرعية علامات أصلية في الرفع والنصب والجر عندنا في الرفع طبعا الضمة للمفرد والجمع التكسير والنصب الفتحة والجر الكسرة دي العلامات الأصلية أما العلامات الفرعية الواو في جمع المذكر السالم الأسماء الخمسة الألف عند المثنى الألف في الأسماء الخمسة الياء طبعا مع المثنى والجمع المذكر السالم والكسرة في نصب المؤنث السالم طيب يبقى إذن يبقى أنا عندي الأسماء المبنية والأسماء المعربة الأسماء المبنية هو ثبوت تغير شكل الكلمة في الآخر أما الإعراب هو تغيير آخر حرف الكلمة وتكلمنا عن الأسماء المعربة والأسماء المبنية نلتقي في حلقة إن شاء الله عن قريب شكرا على حسن استماعكم.